بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يلي تشكي على الراب اسمع مني هالخطاب يلي تشكي بعد يلي تشكي على الراب اسمع مني هالخطاب يلي تشكي على الراب اسمع على الراب اسمع مني هالخطاب يلي تشكي صيح ها وصل لإنقاذ الشباب نوضح كل الأسباب لا تسكن من أول كلمة شنها طور وشنها النغمة هاك اسمع لأقرأ الكلمة غايتنا هداية الأمة من فتن آخر الزمان زمن فيه الحق مهان ها صاد الجهل والعصيان بين الكفر والطغيان لا يغرك الشيطان يغوي كيف تصبح خسران وصل انقذ الشباب الموضح كل الاسباب لا تسكن من اول كلمه شنها طار وشنها النقمه هاك اسمع من اخر كلمه ها بعد نداءات الامه من فتن اخر الزمان زمن فيه الحق مهان صار الجهل والطغيان بين الكفر والطغيان بين الكفر والطغيان ها لا يغرك الشيطان يغوي كيف تصبح خسران ها يلي تشكل على الراب اسمع مني هالخطاب يلي تشكل تشكل على الرب اسمع مني هالخطاب يلي تشكل على الرب اسمع يلي تشكل على الرب يلي تشكل على الرب يلي تشكل على الرب في انقاذ الاجيال شاهد بنسق الحال الى اين وصل الاشبال خرمور هنوين وفساد فتن وانحراف والحاد ترك الدين والاسلام وقاتلوا للظلام لا حلال ولا حرام من شجال والظلام في انقاذ الاجيال شاهد بنسق الحال الى اين وصل الاشبال خرمور هنوين وفساد خرمور هنوين وفساد فتن وانحراف والحاد ترك الدين والاسلام لا حلال ولا حرام مش اجل والظلام مش اجل والظلام ها يلي تسمع مني هالخطاب يلي تشكل على الراب يلي تشكل على الراب يلي تشكل على الراب صادق فيلو صادق على الراب اسمع مني يا من اشكلت على الراب هو الحجة والبرهان عندك دليل القرآن انف السنة والاحكام هذا كلام غير مصار هذا كلام غير مصار كلامك سند الالحان دليل لا قول لا اختلاف كل شيء مباح لا ها الا ما خرج بدليل الا ما خرج بدليل يلي تشكل على الراب اسمع مني هالخطاب يلي تشكل على الراب يلي تشكل على الراب واسمع مني يلي تشكل على الراب واسمع مني
الإسلام هو الحجة والبرهان، عندك دليل من القرآن أبي سنة والأحكام. هذا كلام غير مصدق، هذا كلام غير مصدق، كلام سد الأحداث، كلام سد الأحداث. لا نرى منكم دليل، لا قالوا له احتراف، كل شيء مباح إلا ما يخرج بدليل، إلا ما يخرج بدليل. يلي على الراب اسمع مني، على الراب اسمع مني. هاي اللي تشكل على الراس.